وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Yasmin, how are you? كيف حالك؟ أنا معلمة آية وهذه خطتك لهذا الشهر إن شاء الله. عندنا كلمات جديدة مع أحرف جديدة، حرف القاف، وكلمات مع القاف في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة. قلم، قمر، قرد، نقود، مقلمة، يقرأ، إبريق، بالطريق، برق. حسن ياسمين. وعندنا أيضا حرف الكاف وبعض التمارين على الاتجاهات إن شاء الله أيضا. حرف الكاف، كعبة، كرة، كرسي، يركب، يكتب، مكعب، ملك، يضحك، شباك أو شباك. حسنا. وهنا أيضا حرف اللام، ليمون، لسان، ليل، ولد، يجلس، تلميذة، فلفل، يدخل، برتقال. حسنا. والحرف الأخير في هذا الشهر إن شاء الله يا ياسمين هو حرف الميم، مدرسة، معلم، مهندس، شمعة، حمامة، يمشي، هرم، أقلام، ينام. حسنا يا ياسمين، هذه خطتك لهذا الشهر، وأراك إن شاء الله في محاضراتنا. السلام عليكم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.